ونحن في المرحلة دي لكل يوم منتظرين فيها تحرك ربما تأخر كثيرا، يعني ماذا تقول للمركزي أو للقائمين على المركزي، وماذا تقول الحكومة؟ وأنا يعني ناس كتيرة متخيلة أنه هذا ملف المركزي لوحده، لكن حضرتك بتقول أنه حتى سعر الصرف هو ملف الحكومة والمركزي معا، إذن هي مسؤولية مشتركة مش ملف المركزي بس، لكن ماذا تقول للحكومة؟ ثلاث حاجات حضرتك تقولها للحكومة ويعني شبهها تقولها للمركزي. هو شوفي حضرتك، يعني أنا اللي بقوله لك من حيث المسؤولية ده موضوع تقديري، لأن ده ملف قومي وملف أمن قومي. تصوري إن أمرهم شورى بينهم، أستغرب لو ما فيش تشاور ما بين الجهتين. إنما أنا ليس عندي معلومة محددة أجزم بشكل أو بآخر في من هو الذي يدير هذا الملف، ده تقدير عن بعد. اتنين، اللي أنا أقوله للجهتين أيا يكن صاحب القرار فيهما، إن الانتظار هو الحل الغير مقبول. اتنين، الحل عن طريق أحد إجراءات التعويم سواء كان كلي أو جزئي، مضار أو حر، هو جزء من حل شامل. يعني مخاطبة الناس اللي هم منتظرين وقع سيء نتيجة هذا القرار لازم يبقى معاه أمل على أهداف يحققوها ترفع من مستوى المعيشة وتخلق فرص عمل وتحط مصر على المسار الصح. اجتهادي أنا إن موضوع التصدير كهدف قومي ممكن يحدد، يعني يكسب تركيز الشعب ويفهم من كافة الجهات، بالضبط زي زمان كنا كلنا فاهمين مشروع مثلا زي السد العالي مثلا، سواء اللي كانوا متفقين أو معارضين لنظام الرئيس عبد الناصر. إنما كلنا كنا شايفين إن السد بيسمح لنا نروي ثلاث مرات بدل مرة، وبيسمح لنا بإنتاج الكهرباء اللي حننور بيها الريف وحنشغل بيها المصانع. والفكرة بهذه البساطة، فتحمل الشعب لتضحيات نتيجة مشروع هم فاهمينه أو مقتنعين به أسهل بكتير من تحمل تضحيات وهم مش شايفين إيه الخطوة الجاية بعد كده. صحيح. أو الخطوة المعروضة مش محددة. يعني لو نتكلم في أمور كبيرة بس مش واضحة بشكل إنها تستوعب من المواطن العادي، يا مش درجة الإدراك مش كافية يا حيبقى في تشكك. انت حضرتك محتاجة النهاردة قرار صعب يكون مدعوم شعبيا بأكبر قدر ممكن من الدعم، وده ما يجيش إلا بخطة متكاملة وعرض لهذه الخطة عرض مقنع.